أهلا بكم. قال المرشد الإيراني علي خامنئي في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن العداوات الكثيرة والمتعددة الأوجه لإيران تستهدف الشعب الإيراني، مضيفا أن العقوبات الأمريكية تهدف على المدى القريب إلى دفع الشعب الإيراني إلى الوقوف في وجه النظام. كما أكد خامنئي على أن طهران لن تتراجع أمام الضغوط الأمريكية المطالبة بتعطيل الصناعة النووية والعسكرية والتخلي عن العمق الاستراتيجي لإيران في المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة متلفزة هذه المرة، جائحة تضرب الأصقاع فتغير بروتوكولات الساسة ومراسم الأعياد. الصلاة والسلام يكشف المرجع الأعلى عن هواجس تعصف ببلاده منذ أمد مع الأمريكيين الذين سحبوا التزاماتهم بالاتفاق النووي، عصف أطاح بمجمل المسار منذ سكن البيت الأبيض رجل عجوز. بالطبع سيستفيدون من المفاوضات، هذا الرجل العجوز سيسعى لاستخدام ذلك معنا للدعاية مثل المفاوضات مع كوريا الشمالية. الآن يريد المفاوضات من أجل الانتخابات للحصول على مكاسب شخصية. مجددا يذكر الولي الفقيه بأنه لا مفاوضات مع واشنطن المتنصلة من الاتفاق، ساردا للإيرانيين سيناريو ضرب الثورة من الداخل بسلاح العقوبات. لقد شاهدتم كيف تحدثوا العام الماضي والذي سبقه وهذا العام أيضا عن صيف ساخن، أي أن يخرج الناس ليقفوا في وجه النظام، لكنهم هم من ابتليوا بصيف ساخن، هذا هو هدفهم القصير المدى. كذلك لا يتراجع الأمريكيون، كلما حضرت طهران داخل الكابيتال هيل على لسان رئيس الدبلوماسية يتحدث عن منجزات وزارته حتى الآن في مواجهة دول عدوة تتشظى نفوذا في الشرق الأوسط كما يصف. تبشر واشنطن بتوسع كبير للعقوبات ضد طهران، 22 مادة تستخدم في البرامج النووية والعسكرية أو المتعلقة بالصواريخ الباليستية. بومبيو يتحدث بعد يومين من تدريبات روج لها الإيرانيون بصريا قدرات عسكرية في البر والبحر والجو. فوسط شحن لا يهدأ هناك تأهب للرد، ومتى ما أفصحت واشنطن ترد طهران. وفي ملف آخر، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس أو في مجلس الشورى الإيراني مجتبى ذنوري، قال إن التفجير الذي وقع في منشأة نطنز النووية قبل أسابيع نفذ في الغالب بعناصر داخلية. أوضح المسؤول الإيراني أن التحقيقات استبعدت استعمال طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف في الهجوم. وكان الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية مطلع هذا الشهر هو الأبرز بين سلسلة انفجارات أخرى شهدتها مواقع إيرانية حساسة خلال الأسابيع القليلة الماضية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسلنا حازم كلاس. حازم، ما أهم ما جاء في كلمة خامنئي؟ يعني أهم ما جاء في كلمة المرشد الإيراني علي خامنئي هو نقطتين. النقطة الأولى تأكيده بأن لا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس ترامب تطالب إيران بالتخلي عن نقاط قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي البرنامج النووي، البرنامج الصاروخي والصناعات الدفاعية العسكرية، وكذلك النفوذ الإقليمي في المنطقة. قال بأن هذا لا يمكن التخلي عنه بأي شكل من الأشكال، هذا من المحددات الأساسية للسياسة الخارجية الإيرانية بطبيعة الحال. ومن جانب آخر أيضا انتقد الجانب الأوروبي لعدم إيفائه بتعهداته فيما يتعلق بالاقتصاد الإيراني، آلية إنستكس التي وصفها بأنها مجرد لعبة لا طائل منها ولا فائدة منها، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي. وهنا انتقل إلى النقطة الثانية وهي ما يتعلق بالأوضاع المعيشية والاقتصادية في إيران. اعترف المرشد الإيراني بشكل
بشكل واضح بأن إيران لا تبيع النفط كما في السابق، هو في أدنى مستوياته، الأوضاع المعيشية للمواطنين الإيرانيين صعبة، العملة الإيرانية تتدهور وتتراجع بشكل لافت وملحوظ، وغلاء الأسعار يعني يتسبب بضائقة كبيرة للأسر الإيرانية. ولكن عرض لحل يقول بأن على الشارع الإيراني وعلى الشعب الإيراني أن يصبر، وطالب الحكومة بمواصلة السير في سياسة الاقتصاد المقاوم، ورأى في هذه الضغوط فرصة لابتعاد اقتصاد إيران ربما عن بيع النفط الخام واللجوء إلى الاتكاء على القدرات الداخلية. شكرا لك حازم كلاس مراسلنا من طهران. سنكمل بالتطورات، خاصة التصريحات التي تتحدث أن عناصر محلية هي من كان لها دور في تفجير منشأة نطنز. ينضم إلينا الدبلوماسي السابق محمد مهدي شريعة مدار. أهلا وسهلا بك سيد محمد مهدي. بداية أود أن أسمع منك تعليق عن مدى الاختراق وتثبيت هذه الحالة بأن عناصر محلية كان لها الدور الأكبر في تفجير منشأة نطنز. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما قاله رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي ليس أمرا جديدا. التقرير الذي تم إعداده بعد التحقيق في الحادث قبل عدة أيام نشرت بعض نتائجه، وكان من ضمنها أن هناك عناصر إيرانية ولا سيما مقاول سابق في منشأة نطنز قام عبر بعض عناصره بالتخطيط والتنفيذ لهذه العملية، ونفى التقرير وجود عنصر خارجي أو بمعنى وجود طائرة مسيرة أو ما إلى ذلك. صحيح، كما ورد في بعض التقارير السابقة. هذا لا يقلل من خطورة الوضع، وهذا يتطابق أساسا مع الرواية الإسرائيلية بأن إسرائيل قد تكون خططت ونفذت هذا الهجوم ولكن بمساعدة عناصر إيرانية. وأنت تتحدث عن المقاول الإيراني إرشاد كريمي الذي له دور يعني في توريد والتدخل بكثير من التفاصيل في منشأة توصف بأنها منشأة حساسة جدا في إيران، فهذا اختراق. أنا لم أقصد التقليل من أهمية وخطورة هذا الاختراق كما تفضلت، لا بالعكس، يعني وجود عناصر في الداخل قد تم اختراقهم أو النفوذ عليهم وتم التعاون بينهم وبين عناصر أجنبية، هذا ليس يعني أمرا مقبولا، وإنما وقد يكون أخطر من مثلا أن يتم تسيير طائرات مسيرة من الخارج. لذلك أنا لم أقصد التقرير، لكن قلت بأن هذا التقرير قد تم نشره أو نشر أجزاء منه سابقا، كما أن الأحداث الأخرى التي حصلت في السابق وفي السنوات الماضية في عمليات اغتيال بعض العلماء النوويين أيضا كانت هذه أو جاءت هذه العمليات الاغتيالية نفذت عبر عناصر مرتبطة بأجهزة مخابراتية خارجية. لذلك من دون شك أمور كثيرة حصلت على مستويات عدة. نعم. سيد شريعة مدار، ولكن هذا التفصيل الجديد الذي أثبت سواء في تقارير سابقة أو استكمل اليوم بتثبيته رسميا، ما تبعاته برأيك؟ يعني كيف ستتصرف طهران حيال هذا الأمر، خاصة أنه من المحتمل أن يكرر مرة أخرى؟ من دون شك عمليات النفوذ والتجسس يعني موجودة في في في, في الكثير من دول العالم. طهران كما هي يعني كما قامت في التعامل والتعاطي مع كل هذه الملفات سابقا، مع ملفات التجسس والنفوذ، ستتعامل مع هذا الفريق، يتم إحالتهم إلى القضاء ويصدر الحكم القضائي بحقهم. أما بالنسبة للجهات الخارجية المتورطة فطبعا نحن نعرف بأن هناك حالة من الصراع بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين هذا المحور، وهذا الصراع مستمر ولكل حادث حديث. يعني إذا
كانت هناك أي أحداث تخترق الأمن الإيراني، من دون شك إيران سترد على أي حادث يتم في الداخل الإيراني من قبل جهات أجنبية تخترق أمن، هذه الأحداث تخترق الأمن الإيراني. محمد مهدي، شريعة مدار، دبلوماسي سابق، أشكرك لانضمامك معنا.